تقليدات حمام؟ لا والله، يعني يا دوب عم تجي الكهرباء، اذا وصلت ساعه يا دوب عم تحمل مي، يعني ما في احنا 10 اشخاص بالبيت، مين بده يتحمم لحتى يتحمم. نجي على حمام السوق بسبب الوضع سيء. كل يعني تقريبا والله كل 10 ايام عم بجي. شو طبعا يعني مو طالع بدنا شيء. صار في اقبال شويه زياده مثل ما حكينا بسبب نقص المحروقات ونقص الكهرباء وبعض المناطق نقص المي كمان.